زيارة إلى سفارة فلسطين في القاهرة. تشرفت بحضور حفل وداع سفير فلسطين في القاهرة السفير جمال الشبكي، والحقيقة هو مناضل كبير جدا، وكان أحد الأسرى في سجون إسرائيل، وعمل سفيرا في السعودية ثم في مصر، ويغادر إلى المملكة المغربية الشقيقة. قعد السفير جمال الشبكي في مصر 3 سنوات ونصف، إلا إن هو قال في كلمته أنه ينوي التقاعد هو وأسرته بالإقامة في مصر نتيجة الارتباط الشديد بالحياة داخل مصر. حضر كثير من النخبة السياسية والثقافية المصرية، وكان الحضور ليس فقط رسالة إلى سفير دولة فلسطين في القاهرة السفير جمال الشبكي، وإنما كانت رسالة إلى كل الشعب الفلسطيني أنه رغم كل ما يجري ورغم كل التحديات، فلسطين في القلب.